أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: من كان بيته بعيدا عن المسجد الذي تقام فيه صلاة الجنائز ويأتي إليه في أغلب الصلوات ويترك المسجد المجاور لبيته، فهل يعد ذلك من التكلف؟ ليس هذا من التكلف، لكن لا يداوم عليه دائما وابدا، فأفعل بعض الأحيان وفيه أجر إن شاء الله. نعم.